السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وصفة أفكار. اليوم إن شاء الله نقدم لكم كيكة كتجي خفيفة وشيشة، كتجي رائعة. المقادير عندنا: كاس الماء يكون مغلي، يكون سخون، كاس ديال العنبة، الحليب، كاس الحليب قل شوية، نص كاس الزيت، كاس ديال السنيدة، جوج خمارات، جوج واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتور، اي شكل بغيتو ديال الفريز او الليمون، اي كونفيتور عندكم كيخلي الحلوه تكون رطبه وهشيشه. واحد مذاق زوين، قبضه الملح، واحد لافاني. الا بغيتو ديروها بالشوكولات ديروا ساشي ديال الشوكولات، جوج ثلاثه البيضات. وعندنا الدقيق تقريبا 4 الكيسان ديال العنبه، انا غنشوف على حساب 3 ولا 4، لان كاين الدقيق كيشرب كاين اللي ما كيشربش. وغنخلطوا هاد المقادير كامله في الخلاط الكهربائي، يعني كنجمعوا كلشي وكنخلطوا. غنبداو اولا بالبيض، لوحو بيض. بالنسبه للماء ما غاديش نلوحو ديك فوق البيض، يعني غنلوحو بشو بشويه، غنخلطوا ونلوحو الماء بشو، لان ما غاديش الماء سخون فوق البيض غادي يخسرو. نديرو السنيده، نديرو الزيت، الحليب. اللي ما يكونش بارد بالنسبه للمقادير، الحليب والبيض خصهم يكونوا في حراره المطبخ، ما خصكش تخرجي في الاخير لحظه وتخرجي ديري كيكه. خص باش الكيكه تجي مزينه خص البيض يكون في حراره المطبخ، الحليب كذلك، كونفيتور كذلك، كل شيء يكون بالنسبه للدقيق خصو يتغربل. دابا غادي نخلط هادشي وغنلوح الماء بشوي بشويه. كونفيتور غنخليه نخلطو مع ندير لافاني تا هو. دابا خماره غنديرها مع الدقيق، فاني. بالنسبه للخليط حطيناه، غادي نزيد حتى الملحه حتى هو حتى هي، والماء غادي نلوح الماء. دابا غنبقى نخلط ونكفح الماء بشويه بشويه. الخليط منين طحناه مزيان كيجي على هاد الشكش، الشكش كنخلطوه مزيان، كنديرو فهاد باش نخلطو فيه الدقيق. كناخدو كونفيتور ديالنا، من بعد نلوحو الدقيق بشوية بشوية، نخلط هادشي مزيان في الطحانة، نزيد الملحة والماء، الماء دافي كتلوحو بشوية بشوية، متلوحوش بخطرة وحدة، الطحانة كدور وكتكفحو بشوية بشوية الماء. غنديرو الدقيق ديالنا بشوية بشوية، نلوحو الخمارة، جوج خمارات، غنخلطو هادشي تنزاليو. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان كيجي على هاد الشكل، هنا جاني 4 الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق، 4 الكيسان قد قد، كنلوحو الخليط ديالنا في المول. انا عندي هاد المول هذا، كنديرو فيه الزيت والدقيق، كندورو عليه وكنسوسو، مكنخليوش داك التفاسي ديال الدقيق، كنسوسو كندورو الكيك ديالنا، كيجي خاطر بحال هكا تقيل شوية. دورو على شكل متساوي باش يتقاد صافي، ندخلوه للفران. انا الفران ما كنسخنوش مزيان، كنخلي عليها هافيه مهيله باش الحلوه كتطلع ليا بشوي على خاطرها كتنفخ، ما كنجهدش عليها، ما كنسخنوش الفران، الفران ديال الغاز.
كندخلها غير كنسالي دابا، كنشعل الفران كنسخن نديرها مهيله ماشي بزاف، شويه صافي. بالنسبه للمبتدئات ما كيعرفوش يعني، يا عافيه صغيره مهيله وحطي الحلوه ديالتك طيب من تحت صافي، ومن بعد طلعيها الفوق تحمر من الفوق. الحلوه من بعد ملي طابت ليا كما كتشوفوا انا قلبناها، طابت ليا من تحت حطيتها كتحط على هذا الشكل. انا غنزينها باللوز حمرته، الفيلي محمر، الشوكولاط، الشوكولاط كتحك ولا كتقشى بالموس على هذا الشكل. انا غادي ندهن هنايا اما ناباج ولا ناباج ولا العسل ولا كونفيتور باش ديروا اللوز ايفيلي في الجناب اللي بغيتو. انا غندير العسل، العسل احسن وحلاش كيبغي، خصو يدوب شويه باش يلصق باش يسهل. دهنت الجناب غندير اللوز ايفيلي نلصقو هذا الشكل. بعد زين الحلوه ديالتها انا عطيت غير اقتراح فكره، ديرو غير اما مهرمش اما الكوك اما السكر بالعسل ملي بغيتو. بعد ما درت اللوز غندير الشكلاط، تحطو هكا هاد الجوان صافو، نرش السكر كلاصي الحلوة ديالتنا هي ساليناها كتشوفو، رشينا عليها السكر كلاصي كتجي منظر زوين. اي كيف ما بغيتو تزينوها بالكوكا ولا بسكر كلاصي بوحدو اللي بغيتو، الناباج ولا ديرو كلاصه الشوكولات اللي بغيتو. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه، الا عجبكم الفيديو ديرو لايك وتشتركوا في القناه ديالي. بالصحه والراحه.